لو بصينا للرقم ده هنلاقي النص الفوقاني ظاهر بلون أخضر زمردي، والنص التحتاني ظاهر بلون أزرق غامق. ولما بغير زاوية سقوط الضوء عليه تدريجيا هنلاحظ إن اللون الأخضر بيتحرك لتحت لحد ما يبقى النص التحتاني هو اللي ظاهر باللون الأخضر الزمردي، والنص الفوقاني هو اللي ظاهر بالأزرق الغامق. نفس الظاهرة هنلاحظها في عملات تانية زي 100 جنيه مصري والألف روبل روسي. إزاي وليه الكلام ده بيحصل؟ وإيه التركيب الكيميائي للحبر السحري ده؟ دي الأسئلة اللي هنجاوب عليها النهاردة. انترو سريع ونبدأ حالا. أهلا بكم في قناة خضرونيوم وكيمياء الحياة، معاكم محمد خضر، والنهاردة هنكمل كلامنا عن كيمياء الفلوس مع تاني وسيلة كيميائية لتأمين العملات، وهي الحبر المتغير بصريا Optically Variable Ink، ويعرف أيضا بالحبر متغير اللون Color Shifting Ink، اللي بيظهر بلون مختلف حسب زاوية سقوط الضوء عليه زي ما شفنا في المقدمة. الوظيفة الأساسية للحبر ده هي منع ماكينات التصوير من نسخ العملات، لأن أثناء التصوير سواء بسكانر أو بكاميرا الصورة هتحتوي على لون واحد بس ومش هيتغير لونها. والحبر ممكن يستخدم بألوان تانية غير الأخضر والأزرق، مثلا في 200 جنيه مصري القديمة هنلاحظ ان اللون هنا بيتغير من نحاسي لأخضر حسب تغير زاوية سقوط الضوء، وفي 200 جنيه الجديدة اللون هنا بيتدرج برضو، بس انا بصراحة مش عارف هو بيتدرج بين ايه وايه بالظبط. انا شايف ذهبي وتون اصفر مع حتة خضراء وسيكة زرقاء، تحسه لون دحلاب كده، وبصراحة ما لقيتش اي مصدر رسمي يحتوي على المعلومة دي. قولولنا كده في التعليقات ايه درجات الالوان اللي انتوا شايفينها، ولو حد وصل لمصدر رسمي يا ريت يكتبهولنا في التعليقات. ايه بقى تكوين الحبر المتغير ده؟ الحبر المتغير ده عبارة عن رقائق صلبة صغيرة جدا وكتير مرصوصة على سطح العملة، وللتبسيط هنقول ان كل رقاقة بتتكون من 5 طبقات زي ما هو ظاهر قدام حضراتكم. المواد المكونة للطبقات دي بتختلف عن بعضها في القدرة على امتصاص الضوء وعكسه. اول طبقة اللي على السطح العلوي absorber بتكون من مادة شبه عاكسة ليها قدرة على امتصاص الضوء جزئيا زي الكروم او ثنائي كبريتيد الموليبدينم. وتاني طبقة الداي الكتريك بتكون مادة شفافة بتمتص معظم الضوء زي ثنائي فلوريد المغنيسيوم او ثنائي اكسيد الزيركونيوم، علشان تمرره للطبقة التالتة اللي بتكون مادة عاكسة للضوء ريفليكتور زي الالومنيوم او البلاتين. بعد كده الطبقة الرابعة بتكون بالظبط بنفس تكوين وسمك الطبقة التانية، والطبقة الخامسة بتكون بنفس تكوين وسمك الطبقة الاولى، وهنعرف كمان شوية ليه الطبقتين دول مكررين. علشان نفهم فكرة تغير لون الحبر بتغير زاوية سقوط الضوء عليه، تعالوا نتتبع مسار شعاع ضوئي خلال الطبقات دي. اول ما بيسقط شعاع الضوء على الطبقة الاولى بينعكس جزء منه بنفس زاوية السقوط، وهو ده اللون الاول اللي بنشوفه. الجزء اللي مش بينعكس بينفذ خلال الطبقة التانية الشفافة لحد ما يسقط على الطبقة التالتة العاكسة وينعكس لفوق تاني ويخرج من الطبقة الاولى. اثناء خروجه بقى في احتمالين: لو كانت قمم وقيعان الموجة الضوئية بتاعته متزامنة مع قمم وقيعان الشعاع المنعكس الاولاني هيحصل تداخل بناء للضوء يعزز من ظهور اللون الاولاني، وساعتها نقول الموجتين الضوئيتين متفقتين في الطور in phase. ولو كان الشعاع الضوئي الثاني مختلف في الطور مع الشعاع الاولاني out of phase هيحصل تداخل هدام للضوء يلغي اللون الاولاني ويظهر اللون الثاني. اهو سمك الطبقات الثلاثة دول بيكون مصمم بحيث ان التداخلات البناءة والهدامة ما تحصلش غير للضوء الساقط بزوايا معينة، علشان كده لازم نميل العملة في الضوء رايح جاي لحد ما نوصل للزوايا دي.
يجي واحد مصحصح ومركز يسألني أمال فايدة الطبقتين المكررتين اللي تحت دول إيه؟ وليه ما جبتش سيرتهم أثناء تتبع الشعاع الضوئي؟ أحيي هذا الشخص بحرارة على تركيزه وعلى سؤاله الوجيه. الطبقتين دول فايدتهم هي ضمان تجانس انعكاس وانكسار الضوء سواء تم ترصيب الرقائق المكونة للحبر المتغير على سطحها العلوي أو السفلي، لأن ساعة الطباعة مش معقول حيرصوا الرقائق دي واحدة واحدة، وعلشان كده لازما ولم بد وحتما الطبقتين السفليتين دول يكونوا متماثلتين تماما للطبقتين العلويتين. طبعا تحضير حبر بالمواصفات والمعايير والأبعاد الدقيقة دي بيتم بطرق معقدة جدا زي ترسيب الأبخرة كيميائيا أو فيزيائيا Chemical or Physical Vapor Deposition، وباستخدام مجموعة مختلفة من المواد غير التقليدية للحصول على تبادلات لونية مختلفة. ودي أمثلة لبعض المواد المستخدمة في عمل الطبقات العزلة اللي بتغير في تزامن موجات الضوء وبالتالي تظهر بألوان مختلفة. وممكن تتم إضافة مستوى أعلى من التأمين عن طريق تضمين لوجو أو شعار داخل الطباعة، كما في حالة الميت يورو مثلا هنلاقي شعار اليورو مطبوع داخل الرقم 100. علشان كده يعتبر الحبر المتغير بصريا وسيلة تأمين فعالة صعب جدا تزويرها. أتمنى يكون الفيديو عجبكم وأفادكم. لو كان كده ما تنسوش اللايك والشير، واللي ما اشتركش يشترك على القناة. شكرا على المتابعة والدعم، والسلام عليكم.